ثلاثة أجزاء من الثانية بالحب، هذا اللي حل في المركز الثالث اللي هو نبراس سعيد بن محمد بالحب العامري، تهانينا للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، وانطلاقة شوطنا. المنطلق هو الشوط الثاني عشر في مجموع الأشواط، وشوطنا الثاني عشر آخر أشواطنا هنا المفتوحة التي نتابعها بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول. شاهين المتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، الحمد بن محمد بن حمد بن سالومي الدرعي من يأتينا على المركز الأول، بينما المركز الثاني المنطلق مبلش سريم بن حمد بن سالم بن سريم الكتبي منطلقا بهذه الانطلاقة وهذا الأداء. مسامح يأتينا على المركز الثالث لسلطان بن عبد الله بن شرة الخاطري، والوصول من معاند كاسب بن سالم بن كاسب المسافري من يأتينا أبو سالم هنا منطلقا بهذه الانطلاق والأداء الجميل. القدوم هناك من قبل الحريثي هجن السيلية من تتواجد هنا أيضا على المركز الخامس بهذه الانطلاق وهذا الأداء الجميل، بينما سادس مراكزنا يأتي لايق بشعار الرسمي عامر بن سعد الرفادة من يتواجد بهذا الانطلاق والأداء الجميل. سابع مراكزنا هنا درب لسلطان بن سالم بن حمد بن سليم لقتبي، وتاسع المراكز مخلص لحميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، والوصول من شاب هنا بانطلاقة حارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري من يأتينا هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل وتحدياته. هنا من يتواجد تاسعا وعلى المركز العاشر الناوي لمطار بن محمد بن ضبيعة لقتبي، هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. نهى على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى تتواجد أيضا. نعود مشاهدينا الكرام إلى شاهين المندفع بصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين هنا لحمد بن محمد بن حمد بالسالومي الدرعي من يتابع على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مندفعا بالمقدمة وعلى رأس الحربة، بينما المركز الثاني عندك يا أبو عبد الله مسامح سلطان بن عبد الله بن حميد بن شرة الخاطري من يأتي هنا أبو عبد الله بمسامح على المركز الثاني وثالث مراكزنا. المركز الثالث مبلش سليم بن حمد بن سالم بن سليم لقتبي يتواجد بانطلاقته، هنا يأتي درب سلطان بن سالم بن حمد بن سليم لقتبي، الوصول من معاند لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري على خامس المراكز. والمركز السادس يأتينا شاب حارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، هنا شعار رعد ربح ينطلق سادسا. المركز السابع الحريثي يتواجد هنا لهجن السيلية، هذا الانطلاق والأداء هنا على سابع مراكزنا. المركز الثامن ما يهاب سلطان بن سالم بن حمد بن سليم لقتبي يقدم ما يهاب على ثامن المراكز. والمركز التاسع لايق العامر بن سعد الرفادة هنا بهذه الانطلاقة، الوصول على المركز العاشر ويأتينا مخلص لحميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ولنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول.
إلى شاهين المندفع على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله انطلاقة رائعة وجميلة ومنفرد انفراد كلي بالصدارة وبالمقدمة. حمد بن محمد بن حمد بالسالومي الدرعي من يقدمه على المركز الأول بست دقائق خمس ثواني ما شاء الله قطع الأربعة كيلومترات. المركز الثاني المركز الثاني ويأتينا مسامح لسلطان بن عبد الله بن حميد بالشرة الخاطري من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث درب السلطان بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي يأتينا ثالثا. المركز الرابع معاند الكاسب بن سالم بالكاسب المسافري وعلى المركز الخامس مبلش السليم بن حمد بن سالم بن سليم الكتبي وهنا هجن السيلية مع الحريثي الحريثي القادم هنا من هجن السيلية ومتابعة حمد بن راية من يتابع بهذا الانطلاق والأداء الجميل سابع مراكز رشاب. يأتينا لحارب بن خالد بن حميد بن حارب المهيري والمركز الثامن. المركز الثامن ملفت أول نداء لملفت لغدير بن حميد بن عثعيث هنا أيضا الراشدي من يأتينا بهذا الانطلاق والأداء المميز هنا تاسع المراكز يأتي ما يهاب سلطان بن سالم بن حمد بن سري من اكتبي. والمركز العاشر المركز العاشر مخلص لحميد بن عبد الله بن سعيد بفارس الدرعي ولكن بعود بعود ما شاء الله إلى شاهين وانفرادته إلى شاهين من ينفرد بصدارة هذا الشوط بدون أي منازع على الأطلاق. ما شاء الله انفراد رائع وجميل قطع هنا الخمسة كيلومترات في سبع دقائق واحد واربعين ثانية وهو يغرد خارج السرب هنا بالمقدمة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين الحمد بن محمد بن حمد بن سالومي الدرعي من يقدم أبو سلطان على الصدارة وعلى المركز الأول بهذه الانفرادة الرائعة. يبغي السلام لأهالي القوع هناك لأهالي مصانع الجنوب من ينطلق بهذا الانطلاق والأداء الجميل. مسامح يأتينا في المركز الثاني مع أبو عبد الله سلطان بن عبد الله بالشرة الخاطري هنا يتواجد على المركز الثاني والمركز الثالث هو سلام ملفت هنا غدير بن حميد بن عثيث الراشدي من يقدم ملفت على المركز الثالث. المركز الرابع يأتينا درب سلطان بن سالم بن سليم لجتبي وهنا الحريثي 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 القادم بهذه الانطلاق والأداء هنا من هجن السيلية من ينطلق بهذه الانطلاقة. هنا يأتينا معاند معاند على المركز الخامس لكاسب بن سالم المسافري من يأتينا عفوا سادسا. المركز السابع أول نداء أول نداء هنا لمتباهي متباهي لراشد بن سعيد بن منانة لكتبي من يقدم هذا الانطلاق والأداء الجميل. وبن حلوكة مع متعب محمد بن خليفة بن سالم بن حلوكة يقدم لنا متعب هنا بهذا الأداء الجميل. وهناك أيضا مبلش سريم بن حمد بن سريم اللي كتبي ولكن أعود مشاهدين الكرام إلى شاهين على الصدارة. شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول منفرد انفرادا كليا بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة. شاهين هنا على الصدارة والمركز الأول. الحمد بن محمد بن حمد بن سالومي الدرعي على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني مسامح مسامح لسلطان بن عبد الله بالشر الخاطري من يأتينا على المركز الثاني بهذه اللحظات وعلى المركز الثالث. المركز الثالث ملفت ملفت من يأتينا على المركز الثالث ملفت المنطلق هنا بهذه التحديات لغدير بن حميد بن عثعيث الراشدي من يقدمه هنا على المركز الثالث. والمركز الرابع لحريث يأتينا على المركز الرابع لهجن السيلية هنا بشعار العيدة المنطلق على المركز الرابع ومتعب في المركز الخامس.
شاء الله من التاسع يتسلل إلى المركز الخامس لمحمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يأتينا هنا مع متعب هذه الانطلاقة. ولكن شاهين مع الكيلو متر الأخير يا بن سالومي، شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. شاهين على المركز الأول انطلاقة حمد بن محمد بن حمد بالسالومي الدرعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. المركز الثاني يا تمسامح على المركز الثاني، مسامح على المركز الثاني عبد الحميد سلطان بن عبد الله بشر الخاطري ومتعب متعب 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 من يتسلل من مركز إلى مركز. متعب هنا لمحمد بن خليفة بن حلوكة القادم هنا مع متعب هذا الانطلاق والأداء على ثانية المركز الله هنا واللحظات الأخيرة. شاهين على الصدارة ومتعب قادم، شاهين هنا صامد ومتعب قادم. السلام اللحظات الأخيرة لمن الفوز لمن الناموس. هنا الله الله هنا الصدارة هنا المقدمة لازال شاهين ومتعب متعب متعب يتسلل متعب يتسلل إلى هالج الفور إلى هالي رأس الخيمة. إذن هنا سلام 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 جلفار سلام سلام رأس الخيمة على هذا الأداء المميز الجميل هنا بانطلاقتي وتحديات. إذن هنا ها هو متعب لمحمد بن خليفة بن سالم بن حلوقة هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا لك يا أبو محمد على هذا الفوز والأداء الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية وإعلن الفوز والناموس. هانينا لمحمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوقة على فوز متعب بالمركز الأول. المركز الثاني مخلص الحميد بن عبد الله بن فارس الدرعي ويأتينا الحريثي على المركز الثالث هنا الهجرة السرية. المركز الرابع متباهي لراهل بسعيد بن منانة. والمركز الخامس وصل مسامح هنا لسلطان بن عبد الله بن حبيب الشر الخاطري من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة. ونعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى متعب والتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية ب 12 دقيقة 45 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لمحمد بن خليفة بن سالم بن حلوكة على هذا الفوز الجميل لمتعب وانتزاع الصدارة. المركز الثاني أتانا مخلص هنا ب 12 دقيقة 47 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس هنا لعبد الله أو حميد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي والحريثي من حل على المركز الثالث ب 12 دقيقة هنا 50 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيرية وشكرا حمد براية المري. التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام عشاق الأصالة وأشواط صباح هذا اليوم في استمرارية. شوط ينتهي وشوط يبدأ بأثار وحماس. انتهينا من الأشواط.